لما نيجي نتكلم على الإدراك، الإدراك بخليك تدرك إن في حاجة غلط بتعملها في حياتك محتاجة تغيير، أو أنت ما بتتقدمش بالدرجة اللي أنت عايزها، فبتبدأ تقيم وتبدأ تركز. فلولا الإدراك الإنسان يعيش في ضياع، لولا الإدراك الإنسان يعيش في لخبطة، لولا الإدراك الإنسان يعيش في أهداف الآخرين، لولا الإدراك ممكن الإنسان يحس بوحدة، يحس بإحباط، لولا الإدراك مش عارف أفكاره بتروح فين، مش عارف تركيزه فين، مش عارف أحاسيسه فين، مش عارف سلوكياته عاملة إزاي. معظمنا عايشين بأساليب تلقائية، ومعظم الناس ماشية في الشارع عايشين اللي أنا بسميها الحياة اللاواعية. عشان تعمل تغيير في حياتك فعلا، عشان توصل للحكمة اللي أنت عايزها، لازم تدرك تصرفاتك، تدرك أفكارك، تدرك تركيزك، تدرك أحاسيسك، تدرك سلوكياتك، لأن هو ده اللي هيخليك تعمل تغيير فيها. وأنا بنتكلم عن الإدراك اللاواعي، العيشة اللاواعية، إن إحنا عايشين بطريقة تلقائية بسبب البرمجة السلبية اللي ممكن تكون خدتها من الماضي. أنا بقول أنا العلم اللي ألفته بفضل الله سبحانه وتعالى اسمه ديناميكية التكيف العصبي، إن إحنا بنعلم الجهاز العصبي استراتيجيات إيجابية جديدة ونبرمجه عليها لغاية ما يعمل بيها تلقائيا. ده الغرض من ديناميكية التكيف العصبي. أول مبدأ فيها، وراء كل جهد توجد قيمة، وراء كل قيمة توجد نية الاستفادة. وراء كل جهد توجد استفادة. انت قاعد بتشتغل عشان عاوز تستفيد، انت بتاكل عاوز تستفيد، انت مع اصدقائك بتستفيد منه، بتفرج على التلفزيون عاوز ترتاح، يبقى معنى كده وانت بتصلي عاوز تستفيد. طالما عاوز تستفيد وراء كل جهد في استفادة، يبقى وراء كل جهد توجد قيمة. ادي قيمة اعلى عشان تاخد استفادة اكتر. مش انت بتصلي مش حاطط 10 دقايق مثلا؟ طب ما تصلي صح، ولا بتصلي ليه؟ مش انت متجوز ما تتجوز صح، ولا متجوز ليه وانت قاعد مع اولادك؟ طب ما تعاملهم كويس، ولا قاعد معاهم ليه؟ مش انت عايش طب ما تعيش صح، ولا انت عايش ليه؟ فوراء كل جهد توجد قيمه، وراء كل قيمه توجد نيه الاستفاده. طالما انت عاوز تستفيد اديني قيمه اعلى. لو ما اديتش قيمه اعلى ما تصرخش بقى ان انت مش ناجح. ايه السبب؟ ما بتديش القيمه اللي تخليك اقوى. عاوز تكون افضل، زود قيمتك عند الناس، زود قيمتك عند نفسك، وزود قيمتك عند الله سبحانه وتعالى. فقيمتك بتزيد، فوراء كل جهد توجد قيمة، وراء كل قيمة توجد نية الاستفادة. أنا كأم، كأب، كأخ، كأخت، كعامل، كمدير، كإنسان أكون أفضل إزاي؟ إن بيكون عندي إدراك. تعال نشوف الإدراك اللاواعي بالنسبة للجزء الصحي. النهاردة الحياة اللاواعية في الجزء الصحي، الناس بتاكل غلط، بتفكر تفكير سلبي، متعصب معظم الوقت، ما بيتنفسش مظبوط. ده الجزء اللاواعي اللي هو الحياة اللاواعية، الحياة غير عارف تلقائيا من غير ما نفكر. فلما نيجي نتكلم على الادراك اللاواعي، الجزء الصحي بتعمل نفسك لصحتك. طب انت مستني ايه؟ لو ما بتعملش حاجه لصحتك يبقى صحتك هتبوظ. ده جزء صحي. نرجع بعد كده الجزء الشخصي. ما بيقراش، معظم الناس ما بتقراش، معظم الناس ما بتنميش نفسها، ما بتعلمش حاجه جديده، ما بيخليش نفسه افضل، وبعدين يقعد يزعل لما تبقى نفسه تعبان او الناس ما بتحترموش. لان انت لازم، انت بتحسن نفسك كل يوم، بتقرا، بتحقق نمو، مش عايز تنمو، لازم تنمو. كل شيء مستمر في تغيير، يعني انت من دقيقه اختلفت عندك شويه معلومات، فكل شيء مستمر في التغيير، مستمر في التغيير، قانون الحركه والتقدم، باستمرار كل حاجه بتتغير. انت من شويه بقيت مختلف، البذره بتديها ميه بتبقى شجره، تعمل لك فروع، تطلع لك فاكهه، وتعمل كل حاجه مستمره في التغيير، وعلى وشك ان تصبح اكتر او افضل او اكبر. فانت لازم تاخد بالك لان انت مستمر في التغيير سواء سلبيا او ايجابيا. اي فكره هتكبر عليها وهتستمر في التغيير فيها لغايه ما تجن نفسك في الاخر. فاول ما تدرك بتوقف، لان الادراك هو التغيير، الادراك هو بدايه التغيير. فتقول ثانيه واحده، انا ادركت في حياتي الصحيه مش مظبوط، انا ادركت ان انا مع الله سبحانه وتعالى ما بعملش حاجه تقربني منه، انا بضيع وقتي على الفاضي عمال ادخن، بدل ما واحد يضيع وقته في الشكوى ويخلي كل قوانين الحياه تشتغل ضده، ويخلي مفهومه الذاتي يبقى سلبي، ويخلوا ادراك يبقى سلبي، وتلاقي نفسه عايش حياه لاواعيه جواها الشكوى طول النهار، جواها الغيبه طول النهار، جواها النميمه طول النهار، جواها اللوم والنقد والاحباط، وتلاقي نفسه ضايع في الدوامه دي، وينام يوم على نفس الشيء، ما بيعملش حاجه، ما بيغيرش حياته. فتبص تلاقي ما تشتكيش بقى، لان انت عاوز كده فانت اتعودت على كده. المهم النهارده الشطاره، انك تدرك. عشان كده الادراك، افتكروها دي، الادراك 50% من التغيير، والتغيير هو بداية النمو، والنمو يخليك تتقدم وسعيد في حياتك. وسلما يكون نمو مبني على الاتزان ومبني على الإيجابيات. عشان يكون عندك إدراك، أول ما تدرك بتقدر تقرر قرار يكون يناسبك أنت، على قيمك أنت، على حياتك أنت. خد مني الكلام اللي أنا بقوله وحسن حياتك، وشوف الفرق في حياتك من أول النهاردة. وافتكر لن تطولك ولا عرضك ولا وزنك ولا شكلك، ولا انت احباط ولا اكتئاب ولا حاجه من دول، ولا انت عمال اديته لنفسك غلط، ولا حد اداهولك،
انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، انت اللي سخر لك السماء والارض وما بينهما، انت روعه معجزات معجزات معجزات. افتكر دي، فما تقولش انا وتقول حاجه سلبيه. فرق بين قدراتك وبين سلوكيات الحياه ونشاطات الحياه، ومن هنا خلي عندك ادراك انك تعمل تغيير في حياتك من اول النهارده، وعيش كل لحظه وكانها اخر لحظه في حياتك. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بعد كده بالكفاح، وعيش بالفعل، وعيش بالالتزام، وعيش بالإصرار، وعيش بالصبر، وطول ما انت ماشي قدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.